طيب خالد، انت كنت في الاهلي صح ولا لا؟ وبعدين انتقلت في اعاره الاتفاق ورجعت. انا ابغى وش الفرق بين اللعب في المحترفين وفي الدرجه الاولى؟ القصد يعني بصراحه، هل المدربين مؤثرين على طريقه اللعب داخل الدرجه الاولى؟ يعني احنا انا اعرف ان اغلب يعني عشان اعطيك تمهيد، اغلب المدربين التوانسه قفل وارتدادات. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبه لسؤالك، انا ممكن صعدت مع الحزم المره الاولى، صعدت معهم المره هذه ولعبت ممتاز مع الصعود اللي يوم نصعد 2018. ما ادري، ممكن انا عندي وجهه نظر اشوف انه دوري ممتاز اسهل من الدوري الدرجه الاولى كلاعب بالملعب. ممكن اوكي امكانيات الفرق تختلف، لكن بالنسبه لي اشوف انه اسهل، وكثير يعني من يعني اللاعبين يوافقون عند الكلام انه اصعب من طريقه اللعب. بعدين رجعت ولعبت الدرجه الاولى السنه هذه اللي مع نادي الحزم، اشوف ان الدرجه الاولى تطورت اكثر من اول، بحكم ممكن اربع جانب فادوا تقريبا طريقه اللعب فادوا الدوري وحتى احتكاك وكل شيء. فارى يعني انه طريقه اللعب والمحترفين والمدربين اللي تكلمت عليهم انهم يعني قفلوا، انا اختلف معك بهذه النقطه، خصوصا هالموسم هذا في فرق معينه ممكن هم اللي يصيرون يحترمونك بزياده ويصيرون يلعبون على المرتدات بس. لكن بوجه عام الدوري يعني تتفرج ممكن تستمتع في كوره حلوه، في كوره احسن من اول. ممكن لان فريقنا احنا فنيا ممكن شوي فارقين، لكن لعبنا يعني مع فرق منافسه مثل الفيحة مثل الجبلين، فصار فيه يعني كوره حلوه وواضحه. فاشوف انه كل الفرق يعني تغيرت طريقه التفكير، حتى المدربين نفسهم ممكن غيروا شوي من طريقه التفكير. انت كنت حاسس وانت في دوري الدرجه الاولى انكم انتم فارقين عن اللي موجودين الموسم هذا؟ اي فنيا كنت تشعر بهذا؟ اي واضح، ويعني ندخل دايم عندنا احساس الفوز، يعني زي ما تقول بعد ما عدينا كذا جوله صار غريزه عندنا انه يعني اللاعبين ان شاء الله فايزين. يعني عندي حسن ظن انه المباراه هذه ان شاء الله منتهيه اننا فايزين باذن الله.